تعالى دلوقتي نشرح أول مكون معانا من مكونات الهيكل المحوري، وهو العمود الفقري. العمود الفقري بيتكون من 26 عظمة، ولكن عدد الفقرات هم 33 فقرة. تعالى نفهم السر في الموضوع ده. بداية كده، العمود الفقري بينقسم إلى 5 مناطق. معانا 5 مناطق في العمود الفقري. أول منطقة هي منطقة العنق، منطقة الرقبة، فالفقرات اللي بتكون موجودة فيها بنقول عليها الفقرات العنقية. الفقرات العنقية. وتاني منطقة معانا اللي منطقة بتاعة الظهر، فبنقول عليها الفقرات الظهرية أو الفقرات الصدرية. الظهرية أو بنقول عليها الفقرات الصدرية. والمنطقة اللي بعد كده هي المنطقة اللي بتكون القطنية، اللي بتواجه تجويف البطن، بنقول عليها الفقرات القطنية. والمنطقة اللي بعدها بتكون منطقة الفقرات العجزية. والمنطقة الأخيرة هي منطقة الفقرات العصوصية. يبقى احنا كده معانا 5 مناطق، ادي اول منطقة العنقية، تاني منطقة الصدرية او القطنية او الظهرية، تالت منطقة وهي القطنية، رابع منطقة وهي العجزية، وخامس منطقة وهي العصعصية. تعال نشوف كده عدد الفقرات اللي موجود في كل فقرة او اللي موجود في كل منطقة. بالنسبة للفقرات العنقية احنا عندنا 7 فقرات، فبيترتبوا بداية من 1 لحد 7. طيب وبالنسبة للفقرات الظهرية بيكون عندنا 12 فقرة، فبيترتبوا بداية من 8 لحد 19، يعني الفقرة رقم 19. تمام. وبالنسبة للفقرات القطنية فبيكون عددهم 5 فقرات، فبيكون ترتيبهم بداية بقى من 20 لحد 24. وبالنسبة للفقرات العجزية فبيترتبوا، فبيكون أول حاجة عددهم 5، وبيترتبوا من 25 لحد 29، وآخر فقرات وهي الفقرات العصوصية وعددهم 4، وبيرتبوا بداية من 30 لحد 33. وبالتالي كده احنا معانا 33 فقرة. طب ايه موضوع 26 عظمة ده؟ بص، لو جينا نبص على الفقرات العنقية هنلاحظ ان هي فقرات متمفصلة. متمفصلة يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل فقرة، يعني دي كده فقرة ودي فقرة تحتها، وبالتالي دي بتتمفصل مع دي، فبيكون في ما بينهم مفصل. فلما نيجي نعدهم كعظمة واحدة، يعني هنعد دي عظمة ونعد دي عظمة، وبالتالي كده دول 7 فقرات ب7 عظام. يبقى كده من حيث العظام يبقى دول 7 فقرات برضو بسبع ايه؟ ب7 عظام. بالنسبة للفقرات الظهرية هي برضو فقرات متمفصلة. يعني ايه؟ يعني برضو في فقرة واللي بتكون متمفصلة مع اللي تحتها، فهم عددهم كم فقرة؟ عددهم 12 فقرة. وبالتالي لما هاجي اعدهم علشان هم فقرات متمفصلة برضو هيدوني 12 عظمة. 12 عظمة. طيب بالنسبة مثلا للفقرات القطنية بعد كده، الفقرات القطنية عددهم 5، وهي برضو فقرات متمفصلة، وبالتالي يعني برضو تاني متمفصلة، يعني الفقرة دي عظمة واحدة واللي تحتها عظمة واحدة والاتنين متمفصلين مع بعض، بيكون في ما بينهم مفصل، وهم 5 فقرات، وبالتالي كده لو هاجي احسبهم كعظام هحسبهم 5 عظام. طيب بالنسبة للفقرات العجزية، الفقرات العجزية هنا بقى نبدأ نغير كلامنا. الفقرات العجزية دي بتبقى فقرات ملتحمة. ملتحمة يعني ايه؟ يعني غير متمفصلة. فبتلاقي مثلا شكل الفقرات كده، فبتلاقي ده شكل الفقرات دي كلها على بعضها تعتبر عظمة واحدة، بس لو جينا نبص فيها نلاحظ ان فيها 5 فقرات. ادي كده 1 2 3 4 5، هم كام فقرة؟ 5 فقرات، لكن كعظام هم ملتحمين، وبالتالي كعظام هنحسبهم واحدة بس. نفس الفكرة، الفقرات العصوصية هم عددهم 4 فقرات، ولكن لو جيت تبص لهم هتلاقيهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن عظمة واحدة بس، وبالتالي هي برضو فقرات ملتحمة. فلما نيجي نعدهم، لما نيجي نعدهم كده هنلاحظ ان هم عظمة واحدة. طب تعالى نعد العظام كده 7 و12 و5 و1 و1، كده يبقى اجمالي عدد العظام 26 عظم. علشان كده العمود الفقري عدد الفقرات اللي فيه 33 فقرة، وعدد العظام اللي فيه 26 عظم.
طيب بالنسبة لعدد الفقرات، لو جيت مثلا قلت لك الفقرة رقم 5، الفقرة رقم 5 تبقى هنا كده فقرة ايه؟ عنقية. طب لو جيت مثلا وقلت لك الفقرة رقم 10، 10 مثلا تبقى كده ايه؟ ظهرية. طب لو جيت قلت لك الفقرة مثلا رقم 17، 17 برضو تكون ايه؟ ظهرية. طب الفقرة رقم 22، 22 تبقى كده قطنية. طب الفقرة رقم 27، 27 تبقى عجزية. طب الفقرة رقم مثلا 31 تبقى كده ايه؟ 31 تبقى كده فقرة عصوصية. طيب احنا معانا 33 فقرة، فلما اجي اقول لك ما هي الفقرة المنصفة للفقرات العنقية، نشوف كده الفقرة المنصفة للفقرات العنقية، الفقرة اللي بتنصف الفقرات العنقية. احنا معانا كام فقرة عنقية؟ معانا 7. طب 7 على 2 بتدينا 3.5، يعني 3 فوق و3 تحت. لما يبقى في 3 فوق و3 تحت، يبقى دي الفقرة اللي في النص، دي هي الفقرة رقم 4. تبقى الفقرة المنصفة للفقرات العنقية هي الفقرة رقم كام؟ رقم 4. طيب لو جيت وسألتك وقلت لك الفقرة المنصفة للعمود الفقري، الفقرة المنصفة للعمود الفقري، الفقرة اللي بتنصف العمود الفقري كله، هتبقى الفقرة رقم كام؟ احنا معانا 33 فقرة، 33 فقرة. لو جينا ننصفهم يعني نحط، المفروض نص 33 بيكون 16 ونص، يعني نحط 16 فوق و16 تحت، يبقى كده 32. تبقى الفقرة اللي في النص دي هي الفقرة رقم 17، والفقرة رقم 17 دي تبقى فقرة ظهرية أو فقرة صدرية، اسمها فقرة ظهرية أو فقرة صدرية. طيب العمود الفقري، طب بالنسبة للحجم، هنيجي نتكلم عن الحجم. حجم الفقرات بداية كل ما بننزل، يعني بص عندك الفقرات العنقية دي بتكون متوسطة في حجمها، يعني مش صغيرة، متوسطة في حجمها. طيب نيجي بعد كده لما ننزل تحت شوية عند مين؟ عند الفقرات الظهرية، بتكون أكبر من العنقية، أكبر من العنقية. هوريك طبعا شكل الفقرات كلها. طب بالنسبة للفقرات القطنية، بتكون أكبر الفقرات حجما، أكبر الفقرات حجما هي الفقرات الإيه؟ القطنية. وأكبر فقرة في الحجم هي الفقرة رقم 24. طب نيجي عند الفقرات العجزية، بنبدأ بقى إيه؟ الفقرات العجزية تبقى أصغر، الفقرات العجزية بتكون أصغر شوية من العنقية. بعد كده العصعصية بتكون أصغر خالص. فلما نيجي نعمل مثلا منحنى، ده كده مثلا منحنى، ونقول بداية من الفقرة رقم 1 لحد الفقرة رقم 33، هي أكبر الفقرات حجما رقم كام؟ الفقرة رقم 24. فنبدأ كده من عند العنقية، بيبدأ الحجم يزيد 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 معاك لحد ما يوصل لأكبر الفقرات حجما، هي الفقرة رقم كام؟ الفقرة رقم 24. يبقى كده الفقرة رقم 24 هي الفقرة أكبر الفقرات حجما. ننزل بعد كده، تبدأ تنزل في الحجم في الحجم في الحجم لحد ما توصل للفقرة رقم 33. فمثلا لو جيت قلت لك الفقره اللي موجوده مثلا في المنطقه دي، هل يا ترى هي تبع العنقيه ولا القطنيه؟ مثلا مش هقول لك على المنطقه دي، ولكن اسمها سين. هل يا ترى هي تبع المنطقه العنقيه ولا القطنيه ولا العجزيه طبعا ولا الصدريه؟ طبعا دي تكون في الصدريه، لان مثلا لو جيت تبص يعني غالبا كده هنا هنكون مثلا عند الفقره يا اما 18 او الفقره 19. وبالتالي مثلا لو جيت قلت لك الفقره رقم 7 هي اللي أكبر ولا الفقرة رقم 20؟ 7 مثلا هتكون هنا كده، لكن 20 مثلا هتكون هنا كده، وبالتالي كده الفقرة رقم 20 هتكون أكبر في الحجم الفقرة رقم 7. يبقى احنا كل ما بنقرب ناحية 24 الحجم معانا بيزيد، وكل ما نبعد عن 24 الحجم معانا بيقل. طيب لو جيت مثلا سألتك قلت لك أكبر الفقرات الملتحمة في الحجم، أكبر الفقرات الملتحمة في الحجم تبقى هنا كده، اللي هي الفقرة الأولى العجزية، هي دي أكبر الفقرات الملتحمة في الحجم. ليه؟ لأن كل الفقرات دي، كل المنطقة دي كلها فقرات مالها متمفصلة. احنا خدنا إن العنقية متمفصلة، وخدنا إن الصدرية متمفصلة، وخدنا إن القطنية متمفصلة. طيب أكبر الفقرات الملتحمة حجما هي الفقرة الأولى الإيه؟ الأولى العجزية. بالنسبة لانحناءات العمود الفقري، لو جينا نشوف العمود الفقري ما بيبقاش موجود بخط مستقيم كده، لا ده بيكون عنده انحناءات. فبنلاحظ ان المنطقة العنقية بتنحني لقدام، والمنطقة الصدرية بتنحني لورا، والمنطقة القطنية بتنحني لقدام، والمنطقة العجزية العصبية بتنحني لورا. فبدا يبقى كده اسمها الانحناءات بتاعة العمود الفقري. هتبقى المنطقة دي اسمها العنقية، والمنطقة دي اسمها الصدرية،
المنطقة دي اسمها القطنية، والمنطقة دي العجزية، وطبعا تحتها الايه العصعصية. فبص كده، يبقى دي اسمها انحناءات الايه العمود الفقري. فطبعا عشان احفظهم، تخيل معايا كده ان المنطقة بتاعت الصدر دي، المنطقة بتاعت الصدر دي تكون موجودة قدام ولا تكون موجودة ورا؟ ده بيكون فيه هنا كده الحتة دي بيكون فيها مين؟ بيكون فيها الرئتين، يعني الرئتين بيكونوا موجودين في المنطقة دي. ده اسمه التجويف الايه؟ التجويف الصدري. وبالتالي كده التجويف الصدري ده لازم يكون واسع علشان يقدر يسع مين؟ الرئتين. الرئتين، وبالتالي كده لازم التجويف الصدري ده يكون ايه؟ يكون للخلف. طيب يبقى كده، والانحناءات بتكون عكس بعضها، اللي فوقها بتكون للامام واللي تحتها بتكون للامام، يبقى كده العنقية بتكون للامام. طيب والصدرية هتكون للخلف، والقطنية هتكون للأمام، والعجزية هتكون للخلف. وطبعا الفقرات كلهم بيختلفوا في شكلهم وفي حجمهم زي ما احنا قلنا كده من شوية. لسه ما اتكلمناش عامة عن حتة الشكل، احنا اتكلمنا عن الحجم. الفقرات كلها بتختلف في حجمها عشان تقدر ان هي تناسب ايه وظيفتها. خلينا دلوقتي في الانحاءات. مثلا لو جيت قلت لك صح ولا غلط، الفقرات العنقية بتتشابه مع الفقرات القطنية في نوع الانحناء، هتقول لي صح، ايوه الفقرات العنقية للامام والفقرات القطنية للامام. طب لو جيت قلت لك صح ولا غلط، الفقرات الصدرية او الظهرية بتتشابه مع العجزية في نوع الانحناء، هتقول لي صح، لان العجزية للخلف والصدرية بتكون للخلف. طيب هيجي لي اسئلة ازاي في المنطقة دي كده؟ بص مثلا الجزء بتاع العنقية ده، لو انا جيت ابص عليه من المنظر ده كده من هنا كده، لو انا جيت ابص عليه بالسهم ده كده من هنا، هلاحظ ان الجزء ده كده محدب اهو، محدب. فده كده مثلا في شخص واقف، ادي رقبه مثلا، رقبه الشخص اهوت واقف باصص للمنظر ده كده، وفي واحد جاي باصص عليه من هنا، وده شخص واقف بجنبه. انا بشوف الفقرات العنقيه من الامام، ده كده الامام، وده كده الخلف، ده خلف الشخص ده، ده كده الامام وده الخلف. لو انا جيت ابص عليه من الامام هنا، بلاحظ ان الفقرات العنقيه مالها؟ بلاحظ ان هي كده اسمها محدبه. محدبه منين؟ محدبه لو انا ببص عليها من الامام. طب لو انا ببص عليها من الخلف، هقول عليها كده، هلاحظ ان هي مقعره، هتبقى ايه؟ مقعره. يبقى تاني، لو انا ببص على الفقرات العنقيه من الامام، يبقى شكلها ايه؟ شكلها بالنسبه لي محدبه. طب لو انا ببص عليها من الخلف، تبقى كده بالنسبه لي مقعره، يبقى كده بالنسبه لي ايه؟ مقعره. طب تعال نطبق الكلام ده كده على الفقرات الايه؟ الظهريه. الظهريه لو انا جيت ابص عليها من قدام، بص كده اهي، شبه قعر الحلة، هي شبه قعر العلف، هتبقى كده اسمها ايه؟ مقعرة. طب لو جيت ابص عليها بقى من ورا من هنا كده، يبقى اسمها محدبة. نفس الفكرة يلا، القطنية، القطنية لو بص عليها من قدام تبقى ايه؟ محدبة. طب لو بص عليها من الخلف هتبقى مقعرة. طب العجزية لو جيت ابص عليها من قدام هلاحظها يلا مقعرة، اهي قعر الحلة هنا كده، قعر الحلة تبقى مقعرة، لكن هنا هتبقى محدبة. طيب ممكن تجيب لي طريقة تانية او سؤال تاني؟ بص لو انا جبت لك محور جسم الانسان، يعني مثلا ده كده بطن الانسان، دي كده بطن الايه؟ بطن الانسان. لو جيت قلت لك ان احنا هنعدي مثلا حديده كده، او هنعدي حاجه في مركز الجسم، ده كده مركز الايه؟ مركز الجسم اهو، اللي باللون الاصفر ده يكون ايه؟ مركز الجسم، لان طبعا ده الفقرات بتكون موجوده في الجزء الخلفي، وده كده الايه؟ دي قلنا اللي هي البطن، وده مثلا الخط الاصفر ده كده اهوت هيكون ايه؟ هيكون هو مركز الايه؟ مركز الجسم. فلو قلت لك مثلا احنا هنعدي اي حاجه كده في مركز الجسم، هنعدي واير، هنعدي حديده، هنعدي اي حاجه فين؟ في مركز الجسم. مين الفقرات اللي هتكون اقرب للواير او الحاجه اللي انا هعديها او الحديده دي مثلا؟ يعني ولنفترض، هل يا ترى الفقره اللي هي رقم مثلا 23، ولا مثلا الفقره رقم 15؟ طبعا تعال نشوف كده، لو احنا هنعدي حاجه في مركز الجسم، الفقره رقم 23 دي فقره قطنيه في المنطقه القطنيه، والقطنيه دي بتنحني للامام، وبالتالي دي كده بتكون قريبه لمركز الايه؟ قريبه لمركز الجسم اهو، كده قريبه لمركز الايه؟ قريبه لمركز الجسم. انما مثلا الفقره الظهريه ال 15 دي فقره ظهريه، والظهريه بتنحني للخلف، وبالتالي بتكون بعيده عن ايه؟ بعيده عن مركز الجسم، فالمسافه هتبقى طبعا اقرب في القطنيه عن اقرب في الظهريه. برضو نفس الفكره، لو كانت جينا نشوف العنقيه هنلاحظ المسافه قريبه، اي مسافه قريبه. طيب كده فهمنا معظم الافكار على حته الايه؟ الانحناءات، لو جاب لك عليها اسئله. نيجي بعد كده نشوف للحجم. احنا عندنا قبل ما نبتدي في الشكل عفوا، تعال نشوف تركيب الفقره النموذجيه. تركيب الفقره النموذجيه هتكون فقره قطنيه. ليه احنا خدنا الفقره القطنيه؟ عشان ما فيهاش اي زياده، ما لهاش اي 30 لازمه،
هي فقرة المثالية، هنقول على الفقرة النموذجية. النموذجية، فاحنا دلوقتي هنفهم تركيب الفقرة النموذجية اللي ما بيكونش فيها أي إضافات أو زيادات ملهاش لازمة. فبص كده المنظر، لو احنا بنبص على شخص مثلا، فده هيكون من الأمام، الجزء ده هيكون من الأمام، الجزء ده هيكون من الخلف. في شخص مثلا احنا هنبص عليه من فوق، يعني كده ده مثلا دماغ الشخص اهوت، واحنا هنبص كده في النقطة هنا كده، فهيبقى ده كده أمام، وده هيكون ده أمام، وده هيكون الخلف. فمن الأمام أنا بلاحظ إن بيكون في عندي جزء عظمي سميك أهو، دايرة كده، اسمه اسم جسم الفقرة. يبقى جسم الفقرة بيكون موجود في الناحية البطنية، في الناحية الأمام، في الناحية اللي بتكون مواجهة لعظام الجمجمة، لعظام الوجهي، يعني ناحية الوجه، يعني ده كده ناحية الإيه؟ الوجه. إنما ده ناحية الإيه؟ الظهر. تمام؟ وبرضه ممكن نقول عليها ناحية البطن. أي البطن أو الوجه، وده ناحية الإيه؟ الظهر. يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه جسم الفقرة. بعد كده جسم الفقرة من الجنبين بيكون فيهم نتوءين طالعين بالعرض كده، اسمه النتوء المستعرض. ده كده اسمه النتوء الإيه؟ النتوء المستعرض. النتوء المستعرض. بعد كده بيكون في طالع حاجه اسمها نتوء مفصلي امامي كبير كده، المنظر ده نتوء مفصلي امامي. بعد كده يبقى ده اسمه نتوء مفصلي امامي او علوي، ممكن نقول عليه نتوء مفصلي امامي، ممكن نقول عليه علوي، يعني بيكون موجود من الفقره من فوق. يعني مثلا لو جينا نبص على الفقره من الجنب كده، النتوء اللي طالع لفوق ده هو ده النتوء المفصلي الايه؟ الامامي. طيب بعدها بشوية كده بيكون في نتوء صغير كده شوية اسمه نتوء مفصلي خلفي، أو ممكن نقول عليه سفلي أهو، بينزل من هنا تحت كده، اسمه نتوء مفصلي خلفي أو إيه؟ أو سفلي، لأن ده كده إحنا بنبص على الفقرة منين؟ من الجنب. بعد كده في النهاية خالص، في الآخر خالص، بيكون في النتوء الإيه؟ النتوء الشوكي. ده اسمه نتوء شوكي. وبيكون في حلقة في النص كده اسمها الحلقة دي، كده اسمها حلقة عظمية أو حلقة شوكية، حلقة عظمية. الحلقة دي بيمر في مركزها طبعا النخاع الشوكي، بيكون في هنا مين؟ النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي. يبقى احنا معانا جزء عظمي سميك اهوت، ده مين ده؟ ده جسم الايه؟ جسم الفقرة. بعد كده عندنا نتوءين مستعرضين، واحد على الناحية الشمال واحد على الناحية اليمين. وبعد كده بيكون عندنا النتوء مفصلي أمامي أو علوي، لأنه بيكون موجود فوق أهوت أهوت، ده النتوء مفصلي أمامي لو جينا نبص على الفقرة من الجنب، لأن إحنا كده جايبين الفقرة وبنبص عليها من فوق. تمام؟ وبعد كده بيكون في نتوء مفصلي خلفي أهوت في الجزء ده كده. وبعد كده بيكون في النتوء الإيه؟ الشوكي. بص بقى، النتوء المستعرض لو جيت مثلا قلت لك كم عدد النتوءات المزدوجة، النتوءات المزدوجة، كم عندي كم زوج من النتوءات الايه؟ المزدوجة. بص كده هتقول لي ادي ده نتوء مستعرض اهوت واحد، ده كده نتوء مزدوج. نتوء مفصلي امامي اتنين، نتوء مفصلي خلفي ادي كده تلاتة، يبقى عدد النتوءات المزدوجة تلات نتوءات. تلات ايه؟ تلات نتوءات. طب كم عدد النتوءات المنفردة او المفردة؟ المفردة طبعا هو نتوء واحد بس اللي هو النتوء الايه؟ الشوكي. نتوء واحد اللي هو النتوء الايه؟ الشوكي. طب لو جيت سألت لك وقلت لك مثلا هو النتوء المستعرض ده بيحمل على ايه؟ يعني مين اللي بيشيله؟ النتوء المستعرض ده اللي بيشيله هو جسم الايه؟ جسم الفقره. يبقى اللي بيشيل النتوء المستعرض جسم الفقره. طب اللي بيشيل النتوء المفصلي الامامي، اللي بيشيل النتوء المفصلي الامامي ده هو النتوء المستعرض. يعني اللي بيشيل النتوء المفصلي هو النتوء الايه؟ المستعرض. طيب اللي بيشيل بقى، بص، النتوء المفصلي الخلفي او السفلي، اللي بيشيله النتوء المفصلي الخلفي ده بيكون ماسك في مين؟ ماسك في النتوء الايه؟ الشوكي. بيكون ماسك في النتوء الشوكي من تحت كده، بيكون مثلا في هنا نتوء شوكي اهوت، النتوء المفصلي بيكون ماسك فيه كده، النتوء المفصلي الخلفي بيمسك في النتوء الايه؟ الشوكي. طب بالنسبه للنتوء الشوكي، مين اللي بيمسك النتوء الشوكي؟ النتوء الشوكي بيكون ماسك في الحلقه الايه؟ في الحلقه العظميه، بيكون ماسك في الحلقه العظميه. يبقى كل حاجه ماسكه في الثانيه، بدايه عندنا النتوء المستعرض بيمسك في مين؟ بيمسك في جسم الفقره، والنتوء المفصلي الامامي بيمسك في النتوء المستعرض، والنتوء المفصلي الخلفي بيمسك في النتوء الشوكي، والنتوء الشوكي بيمسك في جسم الايه؟ في جسم الفقره. آه لا، في الحلقه الايه؟ في الحلقه العظميه. طيب نيجي بعد كده بالنسبه لاشكال الفقرات. احنا عندنا خمس مناطق. خمس ايه؟ مناطق.
الخمس مناطق دول المفروض اللي هم العنقية والظهرية والقطنية والعجزية والعصعصية. المفروض يبقى احنا معايا خمس ايه، خمس اشكال، خمس اشكال للفقرات. طبعا اجي هنا واقول لك غلط، انا معايا سبع اشكال. ليه معايا سبع اشكال؟ لان انا عندي المنطقة العنقية، المنطقة العنقية بيكون فيها ثلاث اشكال. ليه ثلاث اشكال؟ بص كده معايا، الفقرة العنقية الاولى، الاولى اسمها الاطلس. الاطلس بيكون ليها شكل لوحدها، بتلاقي عامله شبه الحلقه كده، حلقه كده، ويكون ليها لقمتين على الجنب كده، لقمتين من على الجنب، حلقه بيكون ليها لقمتين من الايه، من لقمتين من الجنب، اسمها ايه؟ اسمها الاطلس. فده بيكون شكل، عشان خاطر اللقمتين دول بيتمفصلوا مع الجزء المخي، اللقمتين دول بيتمفصلوا مع الجزء المخي. طبعا العظام الايه، العظام الجمجمه، بالتحديد مع عظمه اسمها العظم القفوي اللي بيكون موجود في القفا. دي كده اول شكل. انما الفقره العنقيه الثانيه، الثانيه اسمها المحور، اللي بتمسك في تحت الفقره الايه، الاطلس دي، فبيكون طالع لها مثلا زي نظام بروس كده صغير اسمه اودنتويد بروسيس اهوت، بيبقى ماسك فيها كده، بتلاقيه ماسك في، ماسك في الايه، في الفقره دي. انت ما تشوف شكلها هتعرف، انت ما تشوف الشكل ده هتعرفه، وده كده الفقرة التانية اسمها محور. إنما بداية من الفقرات رقم ثلاثة لحد الفقرات رقم سبعة بيكون ليهم شكل واحد، وهو بيكون مثلا جسم صغير كده، بيكون عندهم جسم صغير ونتوء مستعرض كده صغير، نتوء مستعرض صغير، وبيطلع منه مثلا نتوء المفصل الأمامي ونتوء المفصل الخلفي ونتوء والنتوء الإيه؟ والنتوء الشوكي. فبتلاقي ده شكل مثلا الفقرة. الشكل تقريبا انا بحاول ان انا اجيب لك الصور ان شاء الله يعني بعد كده. ده الشكل المعتمد لمين؟ للفقرات بدايه من ثلاثه لحد الفقره سبعه. وبالتالي كده الفقرات العنقيه بس ليهم ثلاث اشكال اهم، الاطلس لها شكل، والمحور لها شكل، من ثلاثه لسبعه ليهم شكل. بعد كده بقى الصدريه شكلهم واحد، والقطنيه شكلهم واحد، والعجزيه ليهم شكل واحد، والعصعصية ليهم شكل واحد. نيجي نجمعهم نلاحظ ان هم شبه ايه، العصعصية ليها شكل واحد، فيبقى كلهم ليهم سبع اشكال، ودول سبع اشكال الفقرات، فقرات العمود الفقري. طيب بالنسبة لأسئلة مثلا زي جذع الجسم، احنا عندنا الجسم ده بينقسم الى رأس ورقبة وجذع. الرأس دي خلاص عرفنا الرأس اللي هي الجمجمة، إنما الرقبة اللي هي العنق. إنما الجذع ده بيشمل كل من الصدر والبطن والحوض. فلما أقول لك كم عدد الفقرات المتمفصلة في منطقة الجذع، هتقول لي والله أنا معايا كده إيه، 12 فقرة ظهرية وخمسة قطنية، يبقوا كام؟ يبقوا 17. يبقوا كام؟ يبقوا 17. يبقوا 17 فقره. ليه؟ لان بقول لك عايز عدد الفقرات المتوصله في منطقه، في منطقه الجذع هتقول لي 17. طب والحوض؟ بنحط فيه عجزيه وفي عصعصيه، بس انا بقول لك دول دي فقرات ايه؟ ملتحمه، ملتحمه. طب مثلا لو جيت قلت لك هات كم عدد انواع الفقرات، كم عدد انواع الفقرات اللي بتكون موجوده في منطقه الجذع، هتقول لي الفقرات الصدريه والفقرات القطنيه والفقرات العجزيه والفقرات العصعصيه، يبقى كده معايا كم نوع، ادي كده الانواع هيكون عددهم اربعه. تمام. طب كم عدد الفقرات مثلا الملتحمه في منطقه الجذع، هتقول لي والله انا معايا خمسه عجزيه ومعايا اربعه عصعصيه، يبقى كده اجمالي كلهم كام؟ اجمالي كلهم تسعه. تمام. طب كم عدد الفقرات مثلا كلهم اللي بيكونوا موجودين في الجذع، هتقول لي 17 اللي فوق و9 اللي تحت، يبقى كده كلهم على بعضهم 16 فقره، 17 متمفصلين و9 ملتحمين، يبقى كده كل يبقى كده 17 17 و9 يبقى كده كلهم 6 وايه، 26، 26 فقره، 26 فقره مش 16، 26 فقره. 17 فوق، 12 في الظهرية وخمسة في القطنية، ومعانا في المنطقة العجزية خمسة، وفي العصعصية أربعة، فنيجي نجمعهم كلهم يدونا 26 إيه فقرة.